ما حكم الصلاه على الجرائد المنتشره في هذه الايام؟ الجرائد لا يصلى عليها، يعني فيها ذكر الله وفيها الحديث وايات فيها الامتحان، فالواجب انها تجمع وتحفظ في الدواليب او تعرض او تدفن. اما ان تستعمل في يصلى عليها او تقبض على صوره للجرائد او غلفا للحاجات هذا لا يجوز، لانها في الغالب لا تحفظ في الايات. اما لو وجدنا جريده ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا ايه ولا شيء، هذا لا باس. لا تقل ان تجد جريده تكون بغير الله، لا توجد جريده الا فيها شيء من ذكر الله او ايه او حديث او ايه او حديث، فلا يجوز ان تمتحن. بل يجب ان تحفظ، يكون لهم حاجه فيها تحفظ او تدفن في ارض طيبه او تحفظ عنده في دواليب حتى لا تمتحن ولا تحفظ. واما الصور التي فيها فان كان مسخرا او مخصوصا، واذا كفنت بصفها ولم يظهر لها شيء قال الله ان الله ظهورها وانتشارها وجعلها على الدخان على الباب الحمد لله، حتى تحفظ ما جاء فيها او تحفظ او تدفن في ارض